مرحبا، على بالي بلي معظمنا رانا نعيشوا أيام صعبة، على بالي بلي أغلبكم ما راكمش تخرجوا من الدار، إما كرها لأنه الدول أقرت هذا مثل ما يحدث في إسبانيا، إيطاليا وفرنسا، أو طوعا منكم مثل ما يحدث في تركيا والجزائر. شفنا في فيديو سابق كيفاش أنه فيروس الكورونا أثر على الاقتصاد العالمي وانهارت أسعار أسهم أكبر الشركات العالمية، ولكن رغم أنه سبب أزمة اقتصادية عالمية ومع الأسف مات الكثير من الأشخاص بسبب هذا المرض، إلا أنه أنقذ حياة تقريبا 50,000 صيني فقط في الأشهر السابقة. ما كانوش راح يموتوا بالمرض، ولكن كان حيموتوا بسبب تلوث الهواء. اليوم ما جيت باش نقلل من خطورة هذا الفيروس أو أني استهزئ به أو بالناس اللي راهي مريضة به أبدا، ولكن لازم نعرفوا باللي كل سنة يموتوا حوالي 4.2 مليون شخص فقط بسبب التلوث المناخي، مليون منهم كلهم صينيين. أكيد أنه هذا الرقم كبير، خاصة أنه المشكلة جاية من عمل الإنسان. المشكلة هذه تاع تلوث الهواء ممكن أنه نتفادوها ببساطة إذا قللنا من الأعمال اللي رانا نقوم فيها في المصانع، والدليل على هذا أنه بسبب الحجر الصحي وهذا الفيروس الناس قعدت في ديارها، وبالتالي ما كاش مصانع راهي تخدم وما كاش حركة يعني كبيرة في التجارة، اللي أدى إلى انخفاض كبير في تلوث الهواء. يعني لأول مرة منذ زمن طويل رانا نتنفس هواء أكثر نقاوة من السابق. شفنا صور اللي نشرتها وكالة الفضاء نازا عن الصين وعن إيطاليا في فترة الحجر الصحي، شفنا الفرق الواضح في انخفاض انبعاث غاز نيتروجين دايوكسيد اللي هو يعتبر الملوث الرئيسي للمناخ، وهو يعني يكون منبعث من المصانع والسيارات اللي تمشي في الطرقات. كذلك شفنا في الآونة الأخيرة بزاف منشورات على الفيسبوك والإنستغرام يهضروا باللي الإنسان لازم يتعلم من هذه الأزمة، أنه البشر لازم يخرجوا بدروس من هذه المشكلة، ويتعلم الإنسان أنه فينالمون هو كائن ضعيف جدا. هذا الكلام أكيد صحيح، لأنه شفنا كيفاش فيروس صغير ما نقدوش نشوفه حتى بالعين المجردة دخل في قلوبنا الرعب وخوف كامل العالم، وقف كامل الاقتصادات، خوف ناس باختلاف جنسياتهم، باختلاف دولهم، باختلاف مستواهم العلمي، يعني ما فرق بين أمريكي ولا جزائري. فاليوم ما كاش واحد يقدر يقول أنا وش دخلني، أنا مالي كما يقولوا المصريين. هذا الشيء اللي لأول مرة في التاريخ أحدث نوع من الوحدة، يعني كامل توحدنا ضد عدو واحد، يعني اللي راهو باغيه الأمريكي هو نفس الشيء اللي راهو حبوه الصيني والجزائري والفرنسي، كلنا رانا تحت كلمة واحدة وهو أنه نقضوا على هذا الفيروس ونتخلصوا منه نهائيا. من الأشياء الأخرى اللي أنا نشوفها إيجابية هو أنه تعلمنا قيمة الأشياء. كاين حاجات بزاف كانوا في حياتنا في السابق كنا نشوفوهم بديهيات أو حاجات عادية ما نحسوش بالقيمة تاعهم، اللي اليوم ولاو فريمون توحشناهم وأنا حاسين بقيمة تاعهم. أفضل مثال هو أنك تخرج للشارع. بكري كنا نخرج نورمال، بكري يعني ماشي بكري بزاف، يعني قبل فقط أيام أو أشهر على حسب الدولة اللي راك فيها كنا نخرج إلى الشارع عادي، يعني ما نحسوش باللي يعني في نعمة وعندي القدرة أني نخرج إلى الشارع. الآن ولينا باش نجي نخرج لازم حسابات، لازم تخمام كيفاش نخرج وعلاش وشنو هو السبب إلى آخره. كذلك أنك تروح تشوف أصدقائك في الكافيه ولا تخرجوا كيف كيف كنا نشوفوها شيء عادي وبديهي ومن حقنا، ولكن دوكا ولات نعمة ولات ذكرى جميلة نذكروها كي كنا نخرج كيف كيف بلا ما نخمو بلا مشاكل في هذا العالم. شيء آخر ممكن أن نشوفه الآن نعمة هو أنك تأكل بلا ما تتوسوس وما تخممش أسكو غسلتي يديك ولا ما غسلتش يديك، رغم أنه لازم تغسلي يديك يعني بالكورونا ولا بلا كورونا، يعني هذا مفروغ منه، ولكن هذاك التوسويس وهذيك النفسية أنه لازم غسلي يديك مليح ولازم هكا، سبحان الله هذيك راحة البال اللي كانت عندنا من الأول ما راهيش موجودة الآن، ودوكا رانا نحسو ونفتقدو هذاك السلام الداخلي اللي دوكا ولينا كل حاجة نحبو نقوها كل حاجة نحبو نمسحوها، يعني زيادة إفراط في أشياء، خاصة أنه رانا نحارب عدو أو نحارب شيء ما راناش نشوفوه. فهذا هو المشكل أكبر، يعني نقطة ضعف في كل هذه القصة هو أنه ما نقدروش نشوفوا هذا العدو أو هذا الفيروس، فهذا هو اللي مسبب لنا نوع من الرعب ونوع من الهلع ونوع من القلق الدائم. نعود نرجع لموضوعنا، والسؤال يطرح نفسه الآن بإلحاح هو هل ظنوا باللي قادة العالم والدول راح يراجعوا شوية مسؤولياتهم نحو المناخ ونحو التغيير المناخي بعد الكورونا؟ الجواب
على بالي بلي عادة نحب نكون إيجابية، ولكن هذه مش قضية سلبية، ولكن هو واقع رانا عايشينه. لازم نعرفوا أنه بعد الكورونا أكيد وحتما المصانع راح تعاود تولي تخدم، التلوث راح يعاود يزيد وممكن أكثر، لأنه المصانع تكون مجبرة أنها تعوض الخسائر اللي فقدتها بسبب الحجر الصحي وتوقف العمل. فمحش يكون تغير كبير بالنسبة للمناخ بعد الكورونا، ومحش يخرجوا قرارات للحد من مثلا انبعاث بعض الغازات الملوثة للهواء أو أشياء مثل هذه كما رانا متخيلين ممكن. لماذا؟ لأنه بكل بساطة هناك تضارب في المصالح، بكل بساطة لأن هناك تضارب بين مصلحة البيئة اللي هي المفروض متعلقة بمصلحة حياة يعني أو جودة حياة الإنسان، مع مصلحة الشركات الكبرى والدول اللي تسعى فقط للمال، اللي تسعى فقط أنه تنتج كثيرا باش الناس تستهلك أكثر وهي تبيع البرودوي ديالها. ولكن مازال كاين امل، اكيد الناس اللي تحب البيئه وعندها مسؤوليه اتجاه البيئه كاين طريقه اخرى لتغيير هذه الاوضاع، كاين طريقه اخرى اللي ممكن انه تواجه بها هذه الشركات العظمى، وهي انك تغير انت كفرد وحدك يعني عاداتك البسيطة اليومية، أنك تتبنى عادات صديقة للبيئة. عندما أنت تتبنى عادات صديقة للبيئة وأنا نتبنى وهذاك يتبنى يعني ويبدأ ينتشر هذه العقلية الجديدة أو هذا الفكر الجديد، يمكن أنه هذه الفكرة تجيك شوية بعيدة، ولكن مثل فكرة انتشار الكورونا، حتى انتشار الكورونا حتى الآن كاين ناس ما مش قادرين يستوعبوه. فنفس الشيء عندما ينتشر الفكر وينتشر تنتشر هذه العادات، الشركات الكبرى رايحة تكون مجبرة أنها تلبي حاجيات المستهلك، راح تكون مجبرة أنها ترد على طلب المستهلك اللي راهو حاب منتجات تكون تحترم على الأقل الأساسيات البسيطة للمناخ والبيئة والإنسان بصفة عامة. الأخير نتمنى الشفاء للناس كامل راهي مريضة في العالم، ونتمنى كذلك الصحة النفسية وشوية المورال طالع للناس اللي راهي قاعدة في ديارهم. نوصيكم أنكم تقعدوا في ديارهم، تحموا عائلتكم وتغسلوا يديكم أكيد، وبيان سور ضربوا طلة للمصادر في صندوق الوصف، وتبروفيتيو تاني من القاعدة في الدار باش تشوفوا الفيديوهات السابقة في قناتي، وما تنسوش تشتركوا في القناة. نتمنى لكم حياة أكثر وعي. تهلاو في روحكم، سلام.